السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، راح نستكمل وياكم في المحاضرة السادسة. المحاضرة السادسة راح تتكلم عن التكامل اللي هو الانتجريشن، وهذه المحاضرة تعد هي محاضرة بوابة إلى موضوع التكامل. طبعا موضوع التكامل هو يهم أكثر الناس اللي العلميين اللي يستخدمون الرياضيات من غير ذو الاختصاص، واللي راح نعطيه هو فتشي بسيط عن التكامل، ولا هو الموضوع بتكاملات معقدة دوال خاصة احنا نحتاجها، بمعادلات تفاضلية، بتكاملات سطحية وحجمية، وأمور كثيرة ما نقدر راح نتطرق لها. راح نتطرق لأشياء أساسية البعض منها أنتم ماخذيهن سابقا. هسه راح نفترض suppose f of z اللي هي بها جزء حقيقي عبارة عن من دالة من x و y، والجزء الخيالي اللي هي v اللي هي دالة x و y. زين، الآن هذه z هي عبارة عن دالة مستمرة على كل النقاط للكيرف اللي هو c، يعني النقاط هذه كلها هو مستمرة عليه. إذن راح يكون عندنا التكامل اللي هو الكومبلكس لاين انتجرال، اللي هو التكامل الخطي العقدي، ممكن نعبر عنه بالشكل التالي. التكامل اللي هو نقصد به الخطي عبارة عن الدالة اللي هي لازم مستمرة على هذا في دي زد، دي زد هنا العنصر التفاضلي. هذا الدالة مثل ما قلنا عبارة عن يو زد اي في، بس العنصر التفاضل للدي زد عبارة عن دي اكس عنصر التفاضل للجزء الحقيقي، ودي واي العنصر التفاضل للجزء الخيالي. وبالتالي هنا هو يختلف عن الحقيقي فقط انه عندنا جزء كامل على الحقيقي اللي هو تشوفون هنا، مجرد ضربنا هذا القوس في هذا القوس ونتجنا تكامل u دي اكس ناقص v دي واي، هذا منو الجزء الحقيقي، بينما هنا الجزء الخيالي اللي هي i على التكامل عبارة عن v دي اكس زائد u دي واي. زين، بالنسبة لقوانين التكامل اللي هي خواص التكامل، هي مثل خواص التكامل اللي تعودنا عليها في الدوال الحقيقية. إذا كانت f في الزد و g في الزد هم دوال قابلات تكامل على كل سي، فممكن أول شيء الحالة الأولى نقدر نوزع التكامل على من إذا عندنا حاصل جمع دالتين ونكامل كل واحدة على كتر ونجمعهم نتيجة مالتهم. إذا عندنا ثابت مثل A، زين، يخرج خارج التكامل ونكامل الدالة. طبعا هنا أنا كاتب لكم أن A ممكن يكون ريل ولا كومبلكس، احنا هذا الموضوع تجاوزناه بعد. عندنا التكامل إذا كان عندنا من A إلى B لأوف في الزد دي زد، إذا انعكست حدود التكامل لازم سالب مثل ما تعودنا سابقا. بعد إيش عندنا؟ عندنا التكامل من A إلى B لأوف في الزد دي زد، ممكن نكتبه من A إلى M، وأوف في الزد دي زد من M إلى B أوف في الزد دي زد. هنا الـ M نقطة between A and B، يعني ممكن هاي النقطة A وهاي النقطة B، وهنا ممكن تكون نقطة M. أوكي، هنا التكامل القيمة المطلقة للتكامل يجب أن تكون أصغر أو تساوي M في L. M هي قيمة العددية للـ F of Z، أوكي، اللي يسموها upper bound. أما L هو طول السي كله. بالنسبة للتكامل عندنا مثل ما تعودنا اللي هو تكامل غير محدد وتكامل محدد. تكامل المحدد هسه إذا كانت F of Z و F capital of Z R analytic، يعني شنو التحليلية على R. زين، ومشتقة F capital هو عبارة عن F of Z. ايش راح يصير عندنا؟ then scaled indefinite integral or
anti derivative. احنا عادة نسميها لا اف كابيتال عبارة anti derivative لاف. فصارت الانتي ديريفيتيف اللي هي من جايه من تكامل اف اوف زد ودي زد زائد سي. سي كميه ثابته، وهذه ممكن ان تكون عدد حقيقي ولا خيالي. بالنسبه للدوال الخاصه، التكاملات مالتها مثل ما تعلمنا بالدوال، تكاملات الدوال الحقيقيه راح تشوفوهن نفسهن. انت اذا حافظين بالدوال الحقيقيه نفسها نطبقها بالدوال شنو العقدي، طبعا مع اخذ بالاعتبار الثوابت هنا لاي مثلا ممكن يكون بعقدي الى اخره، يعني مثل اي هذا اي سكوير، هذا الاي ممكن يكون عقدي وليس حقيقي فقط. نرجع لهنا، هاي تكمله للقوانين السابقه ايش لازم تحفظوهن. عندنا الديفينيت انتجرال، وهو مثل تعريف الحقيقي اذا كانت عندنا a و b are any two points in region R. يعني شنو a و b اي نقطتين في R، او عندنا الاف برايم اف اوف الزيت عباره عن مشتقه الانتي ديريفيتيف اللي هي اف اوف كابيتال. مثل ما تعودنا لما نكمل من a الى b الاف اوف الزيت راح يعطينا اف بعد التكامل حسب النوع الدالة A إلى B، أو نعوض حدود التكامل راح تطلع عنا F of B ناقص F of A. على سبيل المثال مثلا عندنا تكامل of late the integral، يعني لازم نتحقق من التكامل من 3i إلى 1 ناقص i. شوفوا هنا ال A وال B خياليات complex number، هذا خيالي وهذا كومبلكس نمبر. نيجي احنا بالطريقة التقليدية مالتنا نكامل تكاملنا، راح يكون 4 زد تربيع على 2 مثل ما احنا نتعود عليه، حدود التكامل 3. فصراحة يصير لنا 2 تقتصر هذه، اجيب انا شكو بالحد الاعلى اعوضه وين بدل زد اللي هو 1 ناقص اي تربيع، شكو الحد الادنى 3 اي اعوضه بدل زد تربيع. هالدور ابدي افتح هذا القوس، فتحت اني القوس، ومن ثم اجي هذا القوس ايضا افتحه. طبعا مثل ما اشوفوا اي تربعت صارت ناقص 1، وتربعت الثلاثة صارت ناقص 9. هالدور ابسط الامور وابدي ابسطها، وبعدين شو اسوي اكو اختصارات اكو اللي جمعة جمعة ولا طرحة طرحة، وبعدين اصفي الأعداد الحقيقية عن الخيالية، وبالتالي الناتج مالتنا راح يكون complex number constant كمية ثابتة. مثلا عندنا مثال آخر، هذا تكامل مو محدد indefinite. زين أجي أكامله، أجي أوزع التكامل مثل ما تعودنا ويا الدوائر الحقيقية، والكونستانت راح يطلع. بعدين أكامل الزد دي زد ناقص 4 كوساين زد، الكوساين تكامله هي عبارة عن ساين زين يعني، وبعدين يطلع لكم 3 زد تربيع ناقص 4 ساين زد زائد سي. زين هنا نشوفوا كتب لنا بالمثال الثالث، كتب لنا شكل الانتجريشن بطريقة مختلفة. احنا اذا كتبناها بزد وما بها اشكال نكمل على زد ونمشي، لكن إذا عندنا مشكلة وطانت الزد بطريقة الإكس وواي أو بصيغة أويلر، لازم إحنا نشتغل على من؟ على الإكس والواي. يعني مثلا هنا give the integral equals منطينا تكامل اللي هو إكس ناقص أي واي دي إكس زائد دي واي. إحنا هذا تعودنا ديك الساعة مثل ما فتحناها راح نفتحها وراح نضرب هذا في هذا وإلى آخره، وبعدين نعزل الحقيقي ونعزل الجزء الخيالي. فصير x dx زائد y dy، طبعا كله تكامل، هذا كله تكامل وهذا كله تكامل. زين the line from z0 to 2i. هسه أول شي مطلوب شريد ريد من z0 إلى 2i، هو نفسيته لما يكون من النقطة صفر صفر إلى النقطة صفر اثنين.
هنا الاكس تشوفون الاكس صفر، بالتالي ما بلها دلتا، ماكو زيادة لها، ايضا صفر، لان اكس 2 ناقص اكس 1 صفر بصفر، يعني تشوفون هنا صفر وهنا صفر، فماكو زيادة، وهي اصلا اكس صفر، شكو حدود بها اكس ولا بها دي اكس بهاي العملية راح يختفون، ليش؟ لانه اصلا هو الدي اكس صفر. زين، the line integral equals to، الآن نجي هنا إيش راح يصير عندنا؟ عندنا راح يكون صفر x، ومثل ما قلنا والدي x صفر، يعني ما عندي أي تغيير ب x، وبالتالي راح يبقى لنا الجزء التكامل هو فقط ل y، فال y راح يبدأ من الصفر إلى 2، وشكو شي ب y أقدر أكامله هنا إذا تشوفون هم راح يتصفر، فرد صافي العملية هو راح يكون من صفر إلى 2، لأننا أيضا أكو صفر. y dy وهنا الجزء الخيالي راح يختفي، وبالتالي من صفر إلى 2 هو تكامل اعتيادي، شلون هم متعدين عليه، هو يصفان العدد 2. الحالة الثانية لما يكون اللاين من z من 2i إلى z 4 زائد 2i بنفس الأسلوب، معناته من النقطة 0 2 إلى النقطة 4 2، خلينا نشوف ايش راح يصير. أول شيء عندنا x1 صفر قيمتها صفر، و x2 قيمتها 2 4 سوري، إذا هناك تغير. أنا كتبت لكم إياها بهالطريقة، هي مو دقيقة علميا حتى تكون مفهوم على أنه هناك تغير، و dx مو 4. زين، إذا هنالك تغير في dx، إذا عندنا قيمة، بينما هنا y1 إلى y2، صحيح y2 y1 لهم قيمة 2 ب2، بس التغير هنا لا يوجد تغير، صفر. هيك الساعة راح نطبق نفس العلاقة مالتنا اللي هي الجزء الحقيقي التكامل بالجزء الحقيقي والجزء الخيالي، وإيش راح يصير عندنا؟ التكامل راح يصير عندنا من x تساوي صفر إلى 2. زين، عندنا هذا بدي y اختفى لأنه صفر ما عندنا، وعندنا هنا أيضا ب أيضا دي واي أيضا يختفي. زين، ويبقى لنا شنو؟ التكامل اليمن على الحدين من صفر إلى أربعة، من صفر إلى أربعة إكس دي إكس زائد آي من صفر إلى أربعة ناقص 2 دي إكس. مثل ما تشوفون إذا تكاملات على إكس ممكن كاملهم بسهولة، بس اللي علينا ننتبه ان لازم نعوض بشكل دقيق، يعني هنا نسويها خطوة بخطوة. زين، وبعدين نفصل الخيالي عن الحقيقة عن الحقيقة، ونجمع الخياليات هاي الخياليات، ويطلع لنا الناتج 8 ناقص 8 اي. الآن لو عدنا التكامل يمثل من نقطة صفر صفر إلى النقطة 4 زائد 2 بمرور النقطة 2 i، فراح نجمع التكامل الأول زائد التكامل الثاني، وبالتالي راح يصير 2 زائد 8 ناقص 8 i، وبالتالي 10 ناقص 8 i. زين، المثال رقم 4، نفترض أنه الدالة مستمرة على z تربيع. زين، وهاي الدالة z تربيع مستمرة من نقطة z تساوي صفر النقطة z تساوي زائد i. دائما مثل ما قلت لكم طلابنا، إذا ما ذكر لكم إياها بطريقة ال x y وذكرها بطريقة ال z، نروح نكمل مباشرة على z. فإذا راح تكون عندي من صفر إلى واحد زائد i أفضل في z دي z، من صفر إلى واحد زائد i z تربيع. فطبعا تعرفون أن تكامل z تربيع هو z تكعيب على 3، هي الـ antiderivatives حتى يتوافق ويا التعريف ذكرته بالطريقة هذه. راح يكون من صفر إلى واحد زائد i z تربيع دي z، ونكامل وطلع لنا مثل ما تعودنا بالحقيقي، من صفر إلى واحد زائد i. اللي علينا إنه هنا شوي يكون دقيقين، إنه لازم نعوض شنو بدل الحد الأعلى واحد زائد i ناقص، سهل علينا عملية صفر، هذا الحد راح يختفي، وهنا عندي أني قوس ذو حدين بس أس 3. سبق أنطيتكم أني شلون نفتح أي زائد بي أس ان، زين، لأي رتبة ان.
فهذا هو المفكوك مالته بهالطريقة هذه. أنا فاتحة لكم وكاتبكم إياها بطريقة تفصيلية حتى اللي ما يعرفها يجي يتحقق من عندها هي شنو هذه. هذه يكون الرتبة RI إلى حد العفو الرتبة القوس إلى رتبة إلى موقع الحد اللي هو R، وهذا عبارة عن رتبة الحد ناقص الموقع بحسب تسلسل بالحدود زين، ولازم فكتوريال، والفكتوريال هو عبارة عن مفكوك. يعني مثلا 3 فكتوريال مفكوكة 3 في 2 في 1، لو كانت هاي 5 يصير 5 في 4 في 3 في 2 في 1 وهكذا. طبعا اكو فد ملاحظة انا ذكرت لكم اياها، لان احنا راح نوصل الى حد راح يصير ب 3 ناقص 3 اللي هو 0 فكتوريال اللي هو هذا وياه. يعني الصفر فكتوريال بس تشيل التذكرة هو مفكوكة واحد. اوكي، بعدين شنو بعد هاي العمليات بدي نصفي الارقام. هالدور نجمع الاي على كتر والحدود الحقيقية على كتر مثل ما انا مسوي لكم اياها. وانا مطلع 2 كعامل مشترك، ويبقى 2 3 في قوس 1 ناقص 1 زائد اي. الآن المثال الخامس اللي هو يعني لتكن سي 1 تمثل نصف الشكل اللي هو شكل دائرة، بحيث إنه زد معبر عنه 2 اي ثيتا، والثيتا هنا أكبر من ناقص باي على 2 وأصغر وتساوي باي على 2، واللي راح نشوفه الشكل لاحق. المطلوب من عندنا هو تكامل لواحد على زد لنصف هذه الكيرف اللي هو شكل دائرة من ناقص 2i إلى 2i. الفكرة انه نجيب التكامل كامل دي زد على زد، وهذا مثل ما تشوفون شكل التكامل، حدود تكامل ناقص 2i إلى 2i شكله هو لين تكامل، يعني مشتقة المقام راح يصير لين زد مثل ما احنا متعودين عليه، ونجيب لين 2i ناقص لين ناقص 2i. ومثل ما تشوفون هذا عملية احتساب عملية صعبة، فش راح نروح؟ راح بنروح باتجاه حول صيغة أويلر. شلون نحول النا